يا معالي الوزير وجه في المجلس الأعلى للجامعات وضرورة تصعيد جميع منسوب الجامعة ضد جائحة كورونا، وإحنا فاتحين 5 مقرات للتصعيد في المقر القديم للجامعة و3 نقاط للتصعيد في المقر الجديد، حريصين على تصعيم كل منسوب الجامعة. حققنا شوط كبير جدا من تصعيم أعضاء التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب. كثير من أبنائنا الطلاب حصلوا على التصعيم في أماكن إقامتهم أثناء الأجازة الصيفية في المراكز الـ11 المكونة لمحافظة سوهاج. كل أبناء الجامعة من أعضاء التدريس ومعاونيهم وطلاب بيشيروا كارت التصعيم على الباب وهم داخلين عشان يثبتوا أنهم حاصلين على التصعيم. وإحنا حريصين من أول نوفمبر أن ننفذ توجيهات لجنة إدارة الأزمة التابعة لمجلس الوزراء واللي وجه بها معالي الوزير أثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لن يسمح لأحد بالدخول من بوابات الجامعة إلا وفي إيده كارت التصعيم عشان نتأكد أن احنا جميعا آمنين على أنفسنا وآمنين على من يوم 1 ولا يوم 15 نوفمبر. من 1 نوفمبر منسوب الجامعة، من 15 نوفمبر أي حد جاي يدخل الجامعة عشان يتلقى أي خدمة من الجامعة من غير منسوب الجامعة. ده كان التوجيه اللي صدر من مجلس الوزراء واكد عليه معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد اثناء انعقاد المجلس. يعني بدايه اول نوفمبر ما فيش حد هيدخل طلبه او مسؤولين او اساتذه الا ويكون حصل على اللقاح من يوم 15. اتفضل. نعم. وعشان نبقى برضو يعني مش بنحرم حد من دخول الجامعه، احنا عاملين نقطه تطعيم فاتحينها على الشارع الخارجي علشان اللي هنوقفه على البوابه مش معاه كارت التطعيم نقول له اتفضل على النقطه اطعم واحصل على الكارت وادخل الجامعه فورا في خلال 5 دقائق علشان ما نحرمش حد من دخول الجامعه. حريصين جدا على اتاحه الجامعه للجميع، بس الناس تتعاون معانا والنقطه متاحه في الشارع الخارجي بجوار مدخل الجامعه في مقر تابع للجامعه يحصل على التطعيم ويدخل للجامعه في خلال 5 دقائق فورا من لو ثبت انه مش معاه كارت التطعيم. نسبه اللي حصل على اللقاح حتى الان في جامعه سوهاج اساتذه واداريين وغيرهم وطلبه، اساتذه عدينا 55% من اعضاء التدريس، جهاز الاداره عدينا 60% من جهاز الاداري، الطلاب جاري احصاء الذين حصلوا على التطعيم في نقاط خارج الجامعه. احنا حاصرين اللي حصلوا عندنا في الجامعه ودول نسبه 25 الى 30% من عدد الطلاب بيتراوح يوميا بين جرعه اولى وجرعه ثانيه، لكن اللي حصلوا على التطعيم بره الجامعه دلوقتي فاتحين لهم يعني زي موقع الكتروني كده يصور كارت التطعيم ويرفعه عندنا من خلال ايميل مؤسسي عشان نقدر نحصل اللي حصلوا من نقاط وزاره الصحه على كارت التطعيم. الحقيقه انا بقف على بوابات الجامعه صباح كل يوم لغايه دلوقتي ما حدش من ولادنا جاي ومش معاه كارت، كل اللي بنقول له كارت التطعيم بيطلعه ويتفضل يدخل. كويس. ده دليل انه في نسبه كبيره جدا حصلوا على التطعيم من نقاط وزاره الصحه. لو في يعني بنسميها معدودين على اصابع اليد او كاونت فينجر بنوجههم للنقطه المتاحه خارج بوابات الجامعه عشان يحصلوا على التطعيم ويحصلوا على الكارت ويدخلوا للجامعه فورا. دكتور مصطفى، امبارح سياده الوزير دكتور خالد ابو غفار بعت لي فيديو اللي انا بعرضه دلوقتي، مستشفى سوهاج الجامعي الجديد هديه سيد الرئيس لاهالينا في سوهاج. ممكن تكلمنا عن المستشفى؟ اسمح لي برضو من خلال حضرتك اتوجه بعظيم الشكر لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار. الحقيقه المستشفى دي يعني صرح عمراني طبي بنته الدوله المصريه على ارض مدينه سوهاج الجديده بجوار المقر الجديد للجامعه.